بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله. صلوا على رسول الله. العيالات والله سبحانه وتعالى اللي كيصلي على رسول الله كيجعل له ربي دائما مخرج. تحياتي للناس اللي هما من سعادات الباشا زادها الله خيرا، سعادات القايد زادها الله خيرا، اللي السلطات المحليه اللي هي رجال الامن اللي هما معاهم حبيبه في اي حاجه، كنشكركم جزيل الشكر. تحياتي للرئيس ديالنا ديال البلديه ديالنا حكيم اللي هو دائما في جلب مي حبيبه، اللي انا الحمد لله والشكر لله عندي فين واحد الله سبحانه وتعالى سخر لي ناس اللي هما من الباشا حتى القايد حتى الرئيس حتى الناس اللي هما مساندين مي حبيبه في الاعمال الاجتماعيه ديالها، لان الاعمال الاجتماعيه فهي عندي جمعيه يد الخير اللي هي جمعيه الحمد لله عطات الثمار ديالها، وكان واحد المولود هذا العام اللي هي الجمعيه عطى واحد طاقه ايجابيه، وحمد الله وشكرته اللي قديت نساعد هاد الناس اللي مرضى سرطان وبداوا الاحتياجات الخاصه وفئات الهشه. كان نهار اللي كنت درت فيه الجمعيه، تحياتي للسلطات اللي هي الحمد لله رجال الامن او سعاده القايد او الباشا اللي هما مساندين مي حبيبه ودائما مع مي حبيبه، وهذا كان افتخار لمي حبيبه. الجمعيه ديالي الحمد لله نشيطه ودائما كتعطي واحد البادره اللي هي طيبه. هذا النهار كان نهار اللي هو زوين وحمدت الله وشكرتو. كنت درت معكم فيديوهات اللي هما كانوا في الاول الدراسه ديال السنه الدراسيه، وكان ديك السنه الدراسيه اللي هما كانوا فيها ابناء الحي ديالي اللي هو محمد الشراد واشرف اليوبي اللي هو كان محمد الفناسي اللي هما كانوا الابناء ديال مي حبيبه، وكانت مي حبيبه كانت افتخار ليا باش بديت الجمعيه. الجمعيه كانت شامله، ما كانتش مركزه غير على مرضى السرطان او ذوي الاحتياجات الخاصه، كانت حتى في الفئات اللي هما كان عندهم استعطاف، وكان ذاك استعطاف يا ريت لو كل جمعوي وكل رئيس عندنا في الدائره ديالنا يفكر في الابناء الحي، لان ابناء الحي من الابناء ديالنا. كنت كنشوفهم محمد الفناسي اللي هو حاله خاصه عند مي حبيبه، اللي الاب ديالو هو جمال دابا يجي عند مي حبيبه، اشرف اليوبي محمد الشراد واللي كانت مي حبيبه ما بغاتهمش يبقاو يدوروا، بغاتهم يقراو، وكان فرحوني هذا العام، وكان المبادرة ديالي أعطات الثمار ديالها، اللي زرع الشوك يلقاه، واللي زرع الورد يلقاه، والحمد لله مي حبيبة كتزرع غير الروح، اللي هو كان محمد الشراد اللي هو كان افتخار لمي حبيبة، وكان كيدوز عليا وياما ورا الكواليس كانوا معاناة، ما خلينا ليسي، ما خلينا اللي درنا، منهم محمد الفناسي، ومنهم أشرف اليوبي. سيام هذا راه غادي يكون فيسبوك وراه صحافه، واش تقدري تدوزي؟ جيب غادي ان شاء الله باذن الله غادي يطلعوا، غادي يكون جيب مشترك وغادي يطلعوا لليسي، وغيكون افتخار لمي حبيبه. تحياتي لمدينه ويسلان اللي هي اعطات لمي حبيبه واحد الطاقه ايجابيه. تحياتي سعاده القايد اللي هو دائما مع مي حبيبه، وتحياتي الباشا اللي هو دائما مع مي حبيبه، الرئيس ديالنا حكيم مي حبيبه كتشكرك امام الناس دائما، انت كنتي سميتي الجمعيه وكنت مولود الحمد لله والشكر لله، وخليتك اختاريتي السميه حكيم، وكانت الجمعيه وجه خير على مي حبيبه. غادي نبقى شويه غادي نجيب الشواهد، وغادي جمال هو اللي غيسلم الشهاده ديال ولده، والفناسي اللي هو عزيز على قلبي بزاف بزاف ما كاينش، عيني واحد شويه هاني جايه. جمال اجي عندي. جمال تحياتي ليك والابن ديالك بحال الابن ديالي، شنو تقدر تقول في حق مي حبيبه؟ شكرا
شكرا والله يرحم الوالدين والله يطول بعمرك والله يزادك بخير. احنا جمال خصنا نكونوا هكا، خصنا ما نخموش غير وليداتنا، نخمو لوليدات الناس. هذا النهار النجاح ديال هاد الوليدات كان من نجاح امي حبيبه، هذه الشهاده ديال ولدك والله تعالى يخليه لك ويسهل لك فيها. يا شهاده شوف واش هادي ولا هادي. عاودوا شي تصفيق. هادي ديال محمد الحناتي ديال جمال. قلب اخي قلب. شوفوا امي حبيبه غادي تدرج معاكم وغتهضر معاكم بالدارجه. شوفوا اللي عنده شي ولاد ما يحسبش راسو عنده غير ولادو، نخمو في وليدات الناس يجيب الله اللي يخمم فينا. انا وليدات الحومة كلهم وليداتي والحمد لله والشكر لله اللي كانت امي حبيبه كانت وجه خير على هاد الوليدات ما يبقاوش في الشارع، وكنتمنى ما يفلتوش هاد الفرصه. غادي يوليو جدع مشترك وغادي ندمجوا ان شاء الله باذن الله. غادي نعطي واحد التحيه كبيره كبيره وبغيتكم تصفقوا لسعاد سريفي اللي هي كانت الاستاذه ديالهم، واللي هي كانت مبادره من سعاد سريفي، هي اللي كانت عندها فرصه ثانيه. وهاد الفرصه الثانيه بغيت الانسان الامهات اللي هما مثل امي حبيبه، تمي حبيبه ربات بيت، تمي حبيبه عايشه في حي جميل، تمي حبيبه كما كنقولوا امدرجني دائما على ناس على قد الحال. ولكن ما يمنعش الام تكون واعيه وتكون فاهمه، لان ما نخليش ولدي يجاه استعطاف ونخليه يدور في الشارع. لا، عندنا واحد المبادره اللي هي فرصه ثانيه. هذيك الفرصه الثانيه تحياتي سعاد السريفي اللي هي الصديقه ديالي وعزيزه عليا، اللي هي قدرت تساعدني وبالخصوص بالخصوص في محمد الفناسي. محمد الفناسي لان كنعتبروا الابن ديالي، ماشي كان جمال الجمال وماشي كنقول عليه قدام با. محمد الفناسي كنت مركزه عليه بزاف بزاف، وكنعتذر للشراد وكنعتذر ليومي عليكم. وقبلوا على امي حبيبه على هذا الغداء، هذا النهار جمع الجمعه، درنا طعيمه، غتقبلوا علينا ونقبلوا عليكم. والحمد لله اللي كانت امي حبيبه رئيس جمعيات يد الخير، وعطات الخير وعطات الثمار، وهذا كان فضل من الله. الحمد لله كل امرئ ما نوى، درتي الخير تلقاه، درتي الشر تلقاه. تحياتي لك صابر لقناة نيوز اللي هي كانت مبادرة من صابر اللي هو كان بدا مع امي حبيبة في البدايات من ايام اليوتيوب وكانت أول حلقة عزيزة عليا بزاف بزاف مع صابر، وكانت وجه خير عليا. السلام عليكم وتهلاو براسكم ودائما خموا وليدات الناس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. تحياتي للمتابعين اللي هما كيتابعوا امي حبيبه. غادي نبداو تحياتي لسعادة الباشا سعادة القايد الرئيس ديالنا الله يخليه لنا حكيم سعاد اليومي الله يجعل في طاقتكم، والسلطات اللي هي الحمد لله مع رجال الامن مع امي حبيبه. وتحيه للناس الاسلام كاملين. كانت هذا النهار دائما كل شهر امي حبيبه كدير واحد الغذاء لمرضى السرطان وداوي الاحتياجات الخاصه، وجات صدفه وليداتنا اللي هما وليداتنا، وكنتمناو لهم الخير وكنتمناو لهم هذا. كانوا عندي واحد ثلاثه الوليدات اللي هي سعاد السريفي كانت عاونتني فيهم، فرصه ثانيه اللي هما كانوا الحمد لله شدوا واحد الشهواهيد وعجبني الحال بزاف بزاف. وكان الحمد لله هذا الحق اللي هو تمنيتو نفرحوا به وليدات الناس ونفرحوا به مرضى السرطان. الله يجعل ربي يكرمكم. تحياتي لكم، تحياتي للناس متتبعين قناه نيوز، جمعيه يد الخير محتاجه لكم، محتاجه لكم. تحياتي لكل هو واحد ساعد امي حبيبه.